خليه يكمل بس، خليه يكمل. اسمع يا جماعه، احنا جايين بعد الهدوء لينا مطالب جايين نحلها. احنا دي المطالب اللي بنعرضها بالجوله قدامك. اذا كانوا عايزين يحلوا على هذا الاساس احنا تحت امرهم. انا مالك من الولاد ما اعرفش حد من الموجودين خالص، ولا اعرف حد من اتحاد الشبابين، وجاي اعرف من هناك ان السيد فواز كلمني من دبي. و احنا لينا طرف عشان اتحاد الولاد. اولا انا عارف ان ليكم لازمه اعلى مني، ان طولتوا اللي ما سددتش انتوا حق التصويت. الكلام ده مش هيمشي معانا، الكلام ده مش هيمشي معانا، ومش هياكل معانا، مش هياكل معانا. لو سمحتوا، لو سمحتوا مش هياكل معانا الكلام ده. لينا طلبات عشان اتحاد الملاك اللي مش هنسقطه، لان الجواب اللي احنا ما نعرفوش. واحد، خلص لنا الحاجات اللي في المول المصري، اعمل لي لاند سكيب محترم اقدر اجر بيه واقدر ابيع بيه واقدر ادخل للمول. اثنين، طلع لي الشهادات بتاعت الحاجات اللي اشتريتها وركبتها، السلة المتحركة، وعرفني عنها مصدرها. لان السلة المتحرك اليوم ما حضرنا في المول عامل زي الكراكة، يعني ممكن يكون بعد اسبوع يوم السيارة بتاعتنا راح المنتجات كلها وعليها عوض ومرات. انتوا شركة كبيرة واسم كبير، اي نعم مشاكلكم كتيرة في كل الدول اللي خلال ربنا بما فيهم دبي. لا مفيش كلام، طلباتنا لاند سكيب، مداخل محترمة، انشاءات البلد تخلص، التشطيبات تخلص، ادونا شهاده استشاري، شهاده استشاري ان هو موجود. هو مش تحاولوا بيهم لاي حد، لان احنا الملاك ما بيقدوش انتوا الملاك، لازم تقرروا، مفيش بيع. الحاجات دي كلها، الحاجه الثانيه ما ينفعش، ما ينفعش لاي سبب من الاسباب ان يبقى راجل محترم، انا برضه ما اعرفوش والله، اللي هو اتحاد الملاك راجل محترم، يروح يوصل، انا كنت موجود يوميها، يروح يوصل عشان كان في اجتماع مجلس اداره، ويلغى مجلس الاداره فجاه دون علمه، ويمنع من دخول المول، ونتخانق مع بعض زي العصبيه دي كلها، ويتعمل لي محضر ان انا داخل اسال مستندات. و راجل مستثمر معاه 50 مليون جنيه جوه 9 محلات وشؤون، يعني من حقه ان المول يشتغل، لان عدد شغل المول خساره عليه، والفلوس دي واقفه، اذا الناس مش حاضرين. لكن ببساطه شديده، مين منكم ممكن يتشمل بعد ما نسقط اتحاد الشغالين يقول انا هعين نفسه رئيس اتحاد؟ انت تقدر تدفع فلوس محامين زي البيدا ما تدفع؟ انت عندك ناس اداريين بيخلصوا لك شغلك زي البيدا ما بتعمل؟ انت عندك داتا زي اللي هم ما عندهم داتا زي ما عندهم داتا عنده داتا؟ الناس دي كل طلباتها احنا ممكن، انا مش هتكلم عن عشان واحد من الناس بقول اه انتوا مالكوش استثمارات في مصر دلوقتي الا المول ده. ممكن اذا تكلمنا على الخلاف بينكم وبين بعض حول فوائد الرقيعه ونقول ان جزء منها نظير الموظفين ونظير ونظير. بس خلصونا وادونا حاجه بتاعتنا. عموما حضرتك الناس دي جايه بتفاوض، مش عاوزين تخبروا لنا حلول وضعيه. بنشكر السيد الحكم، واحنا بنرحب بيكم في اجتماع الجمعيه العموميه. انا اسمي حسن غنيم، المستشار الفوري لاتحاد الشغالين. اتحاد الشغالين، انا هستاذن سعادتكم، احنا عندنا برنامج جدول اعمال بتاع الجمعيه العموميه النهارده، وانا هقول كلمه بسيطه جدا. الزعيم الغناب من اي طرف من الاطراف، انتوا تجار كلكم وحاطين فلوس كتير، مستثمرين، انا اسف انا مستثمرين، انا بتاسف على الناس وحاطين فلوس كتير جدا. الفلوس في الاخر بيحكمها القانون، خارج النطاق القانوني يبقى احنا ما بنتصرفش صح، لان دي مش جمعيه عموميه بتاعت نادي الاهلي ولا نادي الزمالك هيبص على فريق الكوره هيبص على الاشتراكات، لا، دي جمعيه عموميه لمستثمرين مدافعين كتير. الالتجاء للقانون بصفتي ان انا بشتغل بالقانون هو اقصر الطرق، واول الطرق دي القعده اللي احنا قاعدينها، اللي مش قاعدين عشان خاطر نتخانق وكل واحد يزعق للتاني. اكيد حضرتك عندك حق، واكيد الشركه المطوره عندها حق، لكن احنا بصدد اجتماع هنا النهارده مالناش علاقه. بعد اذن حضرتك، لا 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 بعد اذن حضرتك، يعني خلينا بس في الشركه المطوره ما تتكلمش في حق الشركه المطوره، الشركه المطوره خدت حقها 8 سنين. بعد اذن حضرتك، هناك اسلوب في الحوار. يا حضرتك تسمع، ممكن
الملاك اللي ليهم حق مش الشركه المطوره اللي ليها حق. يا فندم اقعد يا فندم.